السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوجد عندنا تلقيح من الجدي البور الأصلي ب500 جنيه حق المرعية والأكل فقط لا غير، والعلوان في الجيزة بولاق دكرور شارع نهية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. جينا فيديو جديد من قناة طيور أحمد بدوي، والنهاردة إن شاء الله هنتكلم على سلالة الماعز البور. هنبدأ سلسلة مميزات السلالات الماعز، وهنبدأ معانا بالبور عشان هو موجود معانا دلوقتي واشتغلنا بيه، درسنا الكلام عنه وعشناه تجربة في نفس الوقت، فهنقدر إن شاء الله نشرح ونخليك تستفاد بأعلى معلومات من الماعز البور. في السريع طبعا احنا عارفين اسعاره، هنبقى نتكلم على اسعاره في فيديو تاني، بس مميزات الماعز البور. اول شيء المناعة العالية، ودي طبعا هتفيدك يا مربي لو لسه مبتدئ. يبقى اول شيء معانا المناعة العالية، اي حد هيعرف يربي الماعز البور في اي مكان، اذا كان حر اذا كان برد اذا كان مثلا فوق سطح في مزرعة في اي حتة، المناعة بتاعته ما شاء الله عالية جدا. طيب دي اول حاجة. تاني حاجة معايا ودي برضو من اهم حاجات المميزات اللي فيه، ان هو بيحول لحم بطريقة عالية جدا، عنده نسبة تحويل اللحم عالية جدا، وده من اعلى سلالات في العالم بتحول لحم. دي تاني ميزة. التوائم معانا، يعني بمعنى صح بيجيب اقل شيء 2 لحد 5، تمام. يبقى قلنا مناعة، قلنا توائم، لبن كتير ولبن تقيل، تمام. ما شاء الله مميزاته حلوة، ان هو هادي ما بيجريش ما بيتنططش، الدكر ما بيفضلش يبقلل على الحاجة. فانا مش عايز اطول لحضراتكم، هي دي مميزات البور: المناعة العالية، التوائم الكتير، اللبن زي ما احنا عارفين، نسبة التحويل بتاعته، اسعاره زي ما قلنا عايزة فيديو لوحده عشان اسعاره مختلفة من حاجة للتانية، من الكبير وللصغير. ان شاء الله نعمل فيديو على الاسعار عشان ما تطولش حضرتك. لو عجبك الفيديو دوس لايك، لاول مره بتتابعنا دوس اشتراك للقناه وفعل زر الجرس، هيوصلك مني كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.